زين طيب سام، ما جاوبتني على سؤالي امس. ايه امس سالتني انت عن موضوع السفر. إيه؟ اسامه يقول انا بتزوج قريب وابغى اسافر اللي هو يسموه شهر العسل بعد الزواج. ايه وين اسافر؟ قلت اسامه في السفر، السفر انواع، انك تسافر لحالك هذا نوع، انك تسافر مع شباب هذا نوع، انك تسافر مع عائلتك اولادك وحرمتك هذا نوع، وانك تسافر بشهر عسل نوع ثاني. جميل. شهر العسل وش يحتاج فيه؟ استمتاع، استجمام، راحه، انك ترتاح في سفرك، ويكون لك فتره انك تقضيها براحه، ما تبغى ازعاج كثير. فقلت له الافضل لك في موضوعك انت في السفر بالذات. نعم. شهر العسل توك. نعم. عريس جديد، الافضل لك انك تاخذ رحله تكون مريحه. قال لي شلون؟ قلت احجز لك كروز. الكروز هذا فندق 7 نجوم في البحر، فهمت علي؟ في كل الاشياء المريحه، وكل يوم يوقف لك في مدينه. تعرف كروز؟ يعرف. قد تكون المدينه هذه دوله، فهمت علي؟ كل يوم انت يعني بعباره مثلا لو مده الكروز 18 يوم بتمر اقل شيء 9 دول، 10 دول. كم الكروز؟ الكروز اسعاره جدا مناسبه، لانه وشو السعر اللي انت بتدفع للكروز؟ التذكره شامله فطور، غدا، عشاء، سناكات، قهوه، ايس كريم، اي شيء موجود في الكروز متاح لك، مطاعم متعدده طول اليوم. اي ولا ونوم قصدي، ونوم معي وتنقلاتك، يعني توصل انت مثلا خلينا نقول طلعت مثلا من مارسيلا بيودونك مثلا دولوماري، مثلا لما توصل انت الصباح عليك بس تنزل من الكروز تدخل المدينه تتمشى فيها سواء باص سياحي ولا ايا كان، ترجع اخر النهار للكروز وتكمل يومك، يقوم يوديك عدول المدينه ثاني. 7 نجوم تخيل، 7 نجوم في نادي، في مسبح، في مسرح، كل شيء، في سينما، في صالات العاب. كم سعاره؟ اسعار انا اشوف اسعاره بامانه يعني اقل من انك انت تحجز تذكره وتروح لدوله وتحجز فيها فندق وتروح تدفع في الملاهي وتدفع في دور. انا والله الطيران ماني بحب، يعني انا ما احب اطلع من طياره. زي مره في دوله طلعنا يمكن 3 طيارات عشان نروح، طلعنا من هذه ورحنا فوق الجبال ورحنا بطياره. انا هذا الكروز هذه اول مره والله اسمع عنها. كروز جدا جميل، اقنعني انا اخي بشكل. انا من اوائل الناس اللي سافر في الكروز، وعندي تنظيم رحلات كلام الشباب. قالت نظم الشباب، قلت انا ما انظم الا العرسان فقط. قلت عرسان فقط انظم لهم. قال لي تقول اسامه ليش؟ قلت له العرسان مريحين، وش يبغى هو؟ انت عارف اصلا وش تبغى؟ كم الباكج حقك؟ والله انا راصد 20,000. خلاص هذه 20,000 طال عمرك انظم لك عليها رحله كروز، تروح تكي طال عمرك 10 ايام اسبوع 15 يوم تستمتع وتجي وترجع. 20,000؟ اقل من 20,000. انا منظم واحد رحله كروز 18 يوم 13,000 ريال. هذه لك مع تذكره الطيران ترى. 13,000 ترى مع تذكره الطيران. يا ولد تمر اماكن كثيره. كروز ذا يوقف في اماكن كثيره. يا ولد انا بحجز هذه. لا ممتعه جدا، بالذات العرسان تراها من افضل الاشياء. يا رجل والله يا انه جنني. جلست اتخيل امس كذا، تخيل بعدين احيانا زي ما قال شهر العسل في بدايه ايام ترتاح. ايوه تحتاج تكون انت ومرتك في مكان لوحدكم. تعال شباب صدق قال مو احيانا سلام عندنا فتره والله تروح تكي على البحر على الشاطئ. عندنا شيء قال انت في البحر انت فوق وبعدين اختار لك يا اخي شيء فيها غطس في كل شيء. اختار لك توقيت مناسب. كيف اجي اقول لك؟ اصبر لا تحدد عرسك. نحدد العرس مثلا يوم 15 الشهر 14 ليله 15 القمر بدر. فتخيل لما تطلع، انا ما وريتك، لما تطلع سطح الكروز في جلسات مستقله منعزله، فانت تاخذ قهوتك وتتكي بدل ما تروح من فندقك تاخذ تاكسي يوديك البحر عشان تجلس، فهمت علي؟ مع القمر ذا. زين في غطس يمدينا اغطس؟ اي في عندهم فعاليات كامله. يعني اولا في مسبح. لا 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 اقول لك يعني برنامج غطس. لا تلبس غطس، بدله غطس. عندهم كل شيء، الكروز فيه كل شيء. في يوم يوقف في البحر كذا فعاليات، علي. اللي بيسبح، اللي بيركب جيت سكي، اللي يركب هذا بكم يا اخي؟ جميل. اسعاره رخيصه جدا ترى. طبعا هي شركات متعدده، لكن انا دائما انصح في شركه معينه، يعني عشان ما نسوق لها شركه معينه. هذه انا طلعت معها وجربت خدماتها، والمبلغ اللي تدفع لهم مقابل الخدمات جدا ممتاز. شيء مريح يا رجل. احنا نبي، احنا ترى في هالوقت الواحد يبي ترى يرتاح، بس يدفع مبلغ ما في مشكله، بس انها وشيء يجمل ويضيع مع ام العيال بعد توديها وتدوخها. بالذات شهر العسل انت الان اصبر تعرف لك على زوجتك جديده ما تعرفها، فهمت علي؟ صحيح. شلون يا شباب؟
والله عندكم قطعات سواليف. عندي فقره اسمحتوا لي بس ابو دقيقه ابو اكمل. طب اخلص السالفه اخلص انا اكمل كم انا مسواقه بكم سالفه. واحد متزوج جديد فهمت علي ما بعد تعرف على زوجتك. هذا اللي نبغاهم ذول سنوا الجمهور على اشتاق طلبات الشباب. زوجتك هذه ما قد زين ولا عرفتك زين فهمت ما تعرف طبيعه اكلك طبيعه نومك طبيعه حركاتك طبيعه نفسيتك الى الان. فالمفروض ان المكان اللي تروح له يكون مهيئ يريح نفسيا عشان تقدر تتقبله وتتقبل الناس. تقول انت شيء مو اغلب الروحات تكون بين مطاعم كافيهات مدري ايش صح مضنيه ليش لانك انت جالس رسمي 24 ساعه في المطعم رسمي وفي والله يا اخي انها حلوه. لا والله العظيم انك والله العظيم ترى على فكره ما تصلح لوحدك ما لا لا ما تصلح. ميزه الكروز وشو ميزه الكروز؟ انا اقول لك ان انا تميل الكروز في مسارح وفي سينمات لكن كلها باللغه مثلا لغه المنطقه اللي انت فيها اما اسيويه ولا انجليزيه ولا كذا. فانت شو تسوي في انت ما راح تحضر الفعاليات حقتهم. فروف الكروز السطح حقه فاضي الاماكن الجميله فاضيه فهمت علي وهم ناس طبيعيين ينامون الساعه 8 تلقاهم كلهم نايمين ما في احد في الكروز اصلا هس. انا قلت ترى اذا الله كتب وتزوجت ترى كنت اللي بتنظم ابشرها والله والله بشربه والله. علي العيال كلهم ترى ما تزوجوا ولا اثنين اللي بيعرس طال عمرك له بسعر التكلفه يا الله وجهك طق اقول لك تكلفتها كذا خذها. عبد الله مو شرط اللي بيعرس اللي بيروح برضه يسافر بس شرط ما ياخذ عياله شرط ما تاخذ الاوتيل